بجولة ميدانية بمنطقة الهراويين الشمالية التابعة لعملة بن مسيك بالدار البيضاء. حركة السير والجولان تكاد تبدو عادية بهذا المكان الذي تختلط فيه مظاهر الحضارة والبداوة في الآن نفسه، رغم الحجر الصحي الذي فرضه فيروس كورونا بالمغرب، إلا أن حال بعض الأحياء الشعبية والهامشية يطرح الكثير من علامات الاستفهام. ويبقى التساؤل المطروح وبحدة أمام بعض الانفلاتات والخروقات، هل نحن فعلا في زمن الوباء؟ الحركة هنا تتفاوت بين مدة زمنية وأخرى، في الوقت الذي يحارب فيه من هم في الصفوف الأمامية الوباء بكل شجاعة، بعدما وصل عدد الوفيات إلى 182 حالة وفاة، ووصل عدد الحالات المؤكدة بإصابتها بالفيروس المستجد إلى 5382 حالة بعد تحاليل مخبرية إيجابية. ما تنسوش تابوناو فلاشي اليوتيوب وتفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد. أيام 24، عيونكم التي لا تنام.